بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، زكريا التميمي رئيس جمعية بطول الحياة الدينية والثقافة والعمل الاجتماعي. مقبلين إن شاء الله على واحد المهرجان ثقافي حول القراءة في نسخته الأولى. هذا المهرجان يعني جاء على عدة اعتبارات، كاين مجموعة الأسباب اللي خلتنا نديرو هذا المهرجان، أولها وهي يعني عزوف الشباب على القراءة، كذلك قلة المهرجانات الثقافية التي تهتم بالقراءة. من بين أهداف المهرجان إن شاء الله هو أننا نشجع على القراءة، كذلك يكون وجهة لهذه العاصمة العلمية، لأن فاس مدينة العلمية الأجداد ديالنا كانوا كيتعرفوا بالقراءة والعلم والمعرفة، كذلك يعني إحنا بغينا نردوا ذاك الرونق ديال الكتاب، لأن الكتاب تعرض مؤخرا لمجموعة من الهجمات خاصة يعني من وسائل التكنولوجيا، كذلك أن الشباب يعني هملوا مع العلم هو يعني سبيل نهضة الأمم، سبيل تقدم البشرية، كذلك مع العلم أن الدين الإسلامي ديالنا يحثنا على القراءة، وأن أول آية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم هي اقرأ ونحن أمة اقرأ فعيب لنا ألا نقرأ، وكذلك بعد القراءة يجب الفهم ثم كذلك التطبيق. شكرا.